الفطامين برئاسة ساري بن كراز المهيري. هكذا مشاهدين الأعزاء يأتي شوط الجعدان العاشر، وهو رابع أشواط الصعوب، عشرة أشواط في تعداد هذه الأمسية الرائعة. تهانينا والناموس لكل الفائزين مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع شاهين الخميس بن عبيد بن شلبود الخيلي يأتي في الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني منذر عبد الله بن غالب الكثيري يقدم منذر الدخول من الزاوية الأخرى على المركز الثاني. بدأ التغيير من خلال تواجد مبارك بن سعيد بالقطري الخيالي، يقدم شاهين، وصل بن حويرب محمد بن مطر بن حويرب المنصوري، أحد الأسماء القوية، أحد الأسماء التي تمتلك نوعيات فاخرة في الإنتاج وأشكال ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك على هذا الإنتاج الطيب يا محمد يا بن مطر يا بن حويرب المنصوري يا راعي بنت الذهب. يتقدم هنا مع المركز الثاني. أعود إلى المركز الأول، هذا خميس بن عبيد بن شلبود الخيالي يقدم شاهين في المركز الأول، يقدم شاهين في الأدارة الأولى وفي الانطلاق الأول. العصف الأبطان، شوط الوداع وشوط الختام لمن سوف يكون، بينما بن حويرب بن محمد بن مطر بن حويرب المنصوري في المركز الثاني. المركز الثالث، وصل مبارك بن سعيد بالقطري خذ المركز الثالث، ولكن التحديات وجولة الأوامر ما شاء الله. خميس بن عبيد بن شلبود الخيلي يبقى النقطة الثانية، يبقى النقطة الثانية، خط النهاية، خط النهاية. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، إذا تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدمه في هذه الانطلاقة. المركز الثاني محمد بن نطر بن حويرب، والمركز الثالث من يترى في المركز الثالث؟ كان دخول من أيضا شاهين مبارك بن سعيد بالقطري هو ثالثا، دقيقة 44 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا أيها المتابعون جميعا وصلنا بكم إلى ختام هذا المساء الجميل، مساء يوم السبت 14 من شهر مارس لعام 2029 للميلاد. تهانينا والناموس.